معايا على التليفون كابتننا الكبير طبعا كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي طولان النهارده لك النهارده. الله يخليك يا كابتن سيد، وحشني جدا والله. وانت والله الكرسي الشمال ده كل شويه ابص له كده وعينيا تدمع. يعني شوط طبعا تكتيكي على مستوى عالي جدا، في الاخر انت بتصطدم بقدرات بالتاكيد، لازم نكون منطقيين وعقلانيين طبعا. يعني بحييك على الفتره الماضيه وبحييك كمان على مباراه النهارده، لكن اسمع منك كابتن حلمي. والله يا كابتن سيد، يعني انا تعرضنا لظلم بالرغم من ان بلاعب فريق كبير جدا، عناصر مميزه وعناصر كثيره مميزه داخل هذا الفريق، فريق نادي الزمالك. لكن انا تعرضت لظلم تحكيمي النهارده بشكل كبير جدا. الهدف تسلل واضح جدا، صحيح، باثنين يارده على الاقل. التحكيم النهارده كان بعافيه شويه يا كابتن سيد، حكم تونسي بقى وثلاث لعيبه توانسه مع الزمالك، فالعمليه يعني في بيتها. تصريح خطير ده يا كابتن حلمي. يعني والله زي ما بقول لك كده، ما هو كده يعني. انا بقول لك بجد، ثلاث لعيبه توانسه ولا اثنين لعيبه توانسه، اعرض الصوره على الشاشه. وتحكيم قرارات عكسيه كبيره جدا على فريق، على فريق الاتحاد السكندري. يعني تعرضنا لظلم تحكيمي. انا قدامي يا كابتن حلمي، قدام الهدف دلوقتي يا كابتن حلمي، طبعا واضح جدا جدا. اثر على نتيجه المباراه طبعا، ده قرار اثر على نتيجه المباراه. وانا شايف ان البطوله دي موجهه، يعني بمنتهى الامانه يا كابتن، انا شايف انها موجهه. لا اختلف معاك يا كابتن حلمي، اختلف معاك. لا اختلف معاك. والله لا 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 لا، انا شايفك. لا لا لا، انا شايفك. لا لا انا اختلف معاك بالعكس. صحيح انت تعرضت لظلم تحكيمي النهارده، او تعرضت مثلا لهدف، لكن هي مش موجهه خالص. طب ايه النتيجه بقى يا كابتن؟ يعني بدل ما بطالع متعادل على الاقل، واخد بال حضرتك، ابقى مغلوب بفعل فاعل. طب انا استفدت ايه؟ مين اللي هيديني حق بقى؟ مين اللي هيديني؟ طب ايه ملحوظك او ملحوظاتك ثانيه على باستثناء الهدف؟ هو الاهم طبعا، لكن ايه حاجه ثانيه يا كابتن حلمي وانت في الملعب؟ قرارات عكسيه كثيره جدا. يعني اخر 10 دقائق اللعيب بتاعي مضروب على خط 18 ولا حاجه، ومسموح ومدفوع ولا حاجه، عدي ومشي. كوره بتيجي في ايد لعيب جوه منطقه الجزاء، عدي ومشي. الشوط الاول يعني عمليه، يعني بصراحه حكم كان بعافيه هو والطاقم كله يعني. طيب خليني اقول حاجه يا كابتن حلمي، يعني مش مساله، مش هسالك بقى على الرزاق سيسي وداوده، انا بقولها ومتاكد منها، انا بقولها ومتاكد منها، حتى لو لعبتهم في الدوري المصري مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله اطلاقا. انا بتكلم الاتحاد الدولي، لكن في تصريح لحضرتك بصراحه خطير جدا، وانا طالبت هنا ان بيتم فتح تحقيق في الموضوع ده، ان اللعيبه دول تحديدا اتعرضوا للتهديد. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ لا ده حصل، وامير حتى امير مرتضى امبارح في قناه ابو ظبي قال لك انا كلمتهم وقلت لهم ما تلعبوش، هتتعاقبوا حتى وهيتخصم منكم وهتوقفوا وهتحطوا على قائمه الانتظار كده، يعني امير اعترف امبارح يعني عادي يعني. طب هل اللعيبه كلمتك يا كابتن حلمي وانت فعلا نصحتهم ان هم يقفلوا تليفوناتهم؟ طبعا. طبعا قلت لهم اقفلوا تليفوناتكم خالص وانتوا المواضيع ديت، انتوا من حقكم تلعبوا، لان اللي مكتوب في العقد المباريات المحليه الدوري والكاس مباريات العالميه، ما في حاجه اسمها مباريات عالميه. صحيح. لا ده انا في مباريات دوليه عالميه. طبعا دي النقطه يعني كمان. طبعا الحاجه الثانيه، اصل الموضوع، اصل الرياضه ان اللعيب يلعب. صحيح. ما يتعبش. ده حصل يا كابتن سيد في كورتوا لما كان معار لاتلتيكو. واتلتيكو ما كان في ظرف بهذا الشكل من الثلث لاتلتيكو. فالاتلتيكو لعبه. وما فيش اي حاجه، والاتحاد الدولي سمح له بده، ولا في اي عقوبات عليه. فالعمليه عمليه فيها اجحاف للاعب. صحيح. انه ما يلعبش. فمش منطقي يعني. وبعدين يا سيدي حصل قبل كده ان انا كنت سموحه، وانا ما كنتش عارف ان ياسر ابراهيم في عقده الثلاثي مع الزمالك كان معار من نادي الزمالك نادي سموحه انه ما يلعبش، والا في غرامه 250,000 جنيه. طبعا انا ما كنتش اعرف، لا انا ولا المهندس اتفرج عنه، ان في شرط بهذا الشكل. ولعبت ياسر، لقينا في جواب جاي ب 250,000 جنيه،
غرامه على نادي سموحه لنادي الزمالك عشان ياسر ابراهيم اخلي من انت اخليته العادي وياسر ابراهيم لا. كنت انا في الكونغو ساعتها اتصلت بالدكتور مصطفى قلت له يعني ايه بقى الغرامه دي بتاعه احنا ما نعرفش الكلام ده وانا ما عرفتش ولا المهندس فرج يعرف ان في صرف بهذا الشكل ويمكن الاداره بتوع عليه ما قالناش ليه يعني تدي كده ب 250,000 قال لي لا خلاص اعتبر الموضوع منتهي وما فيش خصم ولا بتاع وما فيش تجهيز ولا حاجه يعني العمليه مش قران يعني يا كابتن سيد. اه طيب انت مرنتني خمس سنين خمس سنين تمام وما اعرفش ان انت بتعمل الياء لفوق ليه؟ كابتن حلمي طولان والله يا ابدا والله ما عملت الياء لفوق انت شفتني عملتها ابدا والله عمري والله كابتن حلمي بكل التوفيق بحييك على فرقه منظمه جدا هايله جدا الله يخليك يعني ايا كان الوضع طبعا يعني الله يخليك يا حبيبي شكرا شكرا يا حبيبي